إصابة مدنيين جراء انفجار عبوة ناسفة في حوية قرب دوار الميزان في مدينة الباب شرقية حلب. قصف بالقنابل الفسفورية من المعسكر الروسي في الكبارية يستهدف مدينة كفرزيتا بريف حما الشمالي. غارة جوية للطيران الحربي التابع للنظام على مدينة كفرزيتا بريف حما الشمالي وغارة أخرى على بلدة الهبيض جنوبي إدلب. إصابة في صفوف عناصر قوات النظام إثر تصدي الجيش الوطني لمحاولة تسلل لهم على جبهة مدينة تدف بريف حلب الشرقي. مقتل مدني من أبناء العاصمة دمشق في محافظة السويداء إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل مجهول فجر اليوم الثلاثاء. خروج مركز الدفاع المدني في مدينة كفرنبل جنوب إدلب عن الخدمة جراء تعرضه لغارات جوية روسية.